السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحببت القول إنه مثل ما اجتاح وباء كورونا المستجد كوفيد-19 حواجز الزمان والمكان، جاءت دعوات التعلم الإلكتروني هي الأخرى لتجتاح حواجز الزمان والمكان وتصبح طوق النجاة لطلابنا. ولذلك سنبدأ ورشتنا اليوم باستخدام مواقع الإنترنت وتطبيقات الجوال في تعلم اللغة الإنجليزية. طبعاً هذه المحاضرة مقدمة من قبل الأستاذ المساعد دكتور استبرق رشيد إبراهيم، كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية. راح نبتدي محاضرتنا بأهمية التعريف بهذه التقنيات. هناك سببين ضرورية حبيت أذكرها، اللي هي لتوفر خدمات الإنترنت في البيوت والمؤسسات التعليمية وغيرها، أصبح طلابنا يحتاجون تعلم اللغة الإنجليزية في مختلف المستويات للاستفادة من هذه المصادر الغنية اللي توفرها الشبكة بصورة فعالة لتطوير طبعاً مهارتهم ومعرفتهم باللغة الإنجليزية. والشيء الآخر أنه استخدام هذه التقنيات الحديثة امتاز بالمتعة والتشويق والتحدي بصورة تفوق ما هو موجود في التعليم التقليدي، وبهذا رح نحصل على ثمرات أكبر. لو نجي لأهداف المحاضرة الرئيسية رح نشوف أنه أكو عندنا أهداف عديدة، منها أولاً استعراض الإمكانات المتنوعة اللي تتيح لنا إياها هذه المواقع والتطبيقات الإلكترونية لكي يتعلم طلابنا اللغة الإنجليزية، وكذلك استعراض أهم المواقع والتطبيقات اللي تقدم خدمة مجانية، وهذه مهمة جدا بالنسبة لتعلم اللغة الإنجليزية لطلابنا. بالإضافة إلى ذلك هنالك نماذج للتعامل مع بعض هذه المواقع والتطبيقات، أي أمثلة بسيطة ننطيها إلى مستمعينا. والآن خلينا نستعرض ما يمكن أن تقدمه هذه المواقع والتطبيقات. لو فرضنا إحنا نأتي إلى مهارة القراءة، هذه التطبيقات راح نشوف أنه من الممكن سهولة الوصول إلى عدد هائل من المصادر عن طريقها، مثلا الكتب، القصص، أخبار وغيرها، كلها موجودة باللغة الإنجليزية. وبنفس الوقت راح نقدر نتدرب على مهارات القراءة والاستيعاب المختلفة، مثل استعراض النصوص، القراءة اللي كانت لأي سبب أو لغرض ما، وبنفس الوقت راح نتعرف على سرعة القراءة. ومو بس هذا، أيضا راح نستفاد من زيادة المفردات ومعرفتها. لو حبينا نشوف مهارة الاستماع حتى نوصل إلى المواد السمعية المعدة خصيصاً للطلاب بمستويات متفاوتة، أيضاً راح نقدر نشوفها بمواقع مختلفة. وبنفس الوقت ممكن أن نروح نسمع مواد سمعية مأخوذة من الأخبار والأحداث اليومية، وأيضاً مواد سمعية وبصرية ممكن رؤيتها عن طريق المحاضرات الفيديوية. وهنالك تدريبات قبل وبعد الاستماع في مختلف المواقع، بالإضافة إلى إرشادات حول أساليب الحديث عند متحدثي اللغة الأصليين اللي إحنا نسميهم Native Speakers. بالإضافة إلى Different Accents We Can Find، يعني أقصد ممكن أن نشوف لهجات مختلفة للـ Native Speakers ونقدر نتعلمها ونستفاد من عدها. أيضاً لمهارة التحدث والكتابة هنالك مواقع كثيرة تربط طلاب اللغة اللي نقصد متعلمي اللغة ومع طلاب النيتيف سبيكرز اللي هم المتحدثين الأصليين للغة طبعا، وهذا الطلاب ممكن أن يكونون من مختلف مناطق العالم، ورح نتعلم عبارات جديدة وجمل أساسية، بالإضافة إلى أن رح نستمع إلى طرق لإلقاء المحاضرات ولإلقاء الدايلوج أو المحاورات بشكل متناوب بين كثير من المتكلمين للغة الإنجليزية. هنالك إرشادات حول التحدث أيضا نقدر نشوفها في مواقع مختلفة،
هنالك تدريبات ونصائح في كتابة اللغة الإنجليزية. طبعا هنا راح يدخل عندنا موضوع صياغة الجمل اللي هو القواعد، الجمل القواعدية الصحيحة، الفقرات، ومن ثم نبدي نتوسع إلى مقالات وأبحاث وتقارير وحتى الرسائل بأنواعها وغير ذلك. مثلا احنا نقدر نشوف بعض المواقع المهمة بالقراءة اللي نقدر نلقى بها مصادر القراءة اللي بيها قصص وأخبار متنوعة على مختلف المستويات من مصادر موثوقة مثل CNN وغيرها اللي موجود في موقع Literacy Net Organization. أو ممكن أن نلقى أشهر الروايات والقصص لأشهر الكتاب الإنجليز في موقع Fiction Servers Organization. أيضا هناك مواقع أخرى مثل اختيار سرعة القراءة نسميه إحنا readingsoft.com. هذا الموقع للتدريب على سرعة القراءة والتحكم بها وكذلك اختيار النص. وأيضا هناك مواقع أخرى اللي نسميها speeder.com. هنالك مواقع أخرى لتحميل مواد سمعية إلى الجوال واللابتوب، وهناك مواقع لتحميل مواد سمعية وبصرية لدروس متنوعة مع نصوص مكتوبة اللي هو اسمه alspod.com website. أيضا حتى لمواقع أخرى ممكن أن نشوفها على اليوتيوب اللي هو موقع Allo Organization. باليوتيوب ممكن هذه صورة من صور اليوتيوب اللي ممكن أن نلقى بها عدة محاضرات فيديوية نقدر نستمع لها ونتعلم أي مهارة إحنا نريدها باللغة الإنجليزية. ومو بس هذا، إحنا نقدر حتى ندخل إلى قواميس اللغة الإنجليزية طبعا من خلال الجوجل. هو أنت إذا كتبت أي كلمة معنى الكلمة المينينج ممكن أن تحصل على تفاصيل كثيرة للكلمة من خلال قيادتك إلى قواميس مختلفة، ينطيك معنى الكلمة، ينطيك تفاصيل تشمل نطق الكلمة، لفظ الكلمة، نوع هذه الكلمة إذا كانت فعل أو اسم أو صفة إلى آخره، وتجد قواميس مختلفة جدا اللي من أشهرها هو Longman Dictionary English، أو ممكن أن تلقى Merriam-Webster's Dictionary أو Oxford Advanced Learner's Dictionary، أو حتى ممكن أن تلقاها في The Chambers Crosswords Dictionary Collins. طبعا أتمنى أن تكونون قد استمتعتوا بهذه المحاضرة الشيقة مع جزيل احترامي وتقديري لكم.